كأم نقول لها واحد الرسالة نبلغ عليها، نقول لها خصو يكون عندك ضمير وبركة، ما تعذبي في ولدك، قولي لي الحقيقة شكون باه. القضية تحسمات والنتيجة خرجت سلبية، والخبرة الصالح ديالنا، وداروا ليه رفض الطلب لأن الدري ماشي ولده، لأن الخبرة الجينية ماشي الابن ماشي خرجت للصالح ديال سلبية، خرجت للصالح العادل، لأن الدري ماشي ولده 100%. يعني بلا ما تبقى تفلى على ولدها ولا ما تبقى تكذب عليه، صراع الشعور ديالو راه شوهاته قدام العالم، شوهات راسها وشوهاته. كو كانت هي ام صالحه على الاقل تقول لولدها ما تمشيش دير هذا الشيء، راه هذاك السيد راه ماشي بواك. دابا هي شوهاته قدام صحابه وقدام الناس، حنا تضررنا ولكن هو تضرر اكثر منا، النفسيه ديالته حطمتها ليه هذيك الام. تنقول لها راعي 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 الله في ولدك، هذا الشيء اللي تنقول لها. اكون صراحه دابا دابا نقول لك شنو كيفاش. دابا عادل كان كيصرف على امنيه، على وجه امنيه كان كيصرف على الكبيره وعزيز. انا شحال من مره انايا عادل كيقول لي ادي ليهم العيد، ادي ليهم مسائل، تا تزوجت به وداز سمود وهذا، كيقول لي راه امنيه عطيهم هذا، كان كيدي ليهم المصروف في سبيل الله. وكتقول لي هذاك راه بواه، عادل تيقول لها قولي لي انا راه ماشي بواه، ما تبقايش مهمه الدري هذا الشيء هذا. انايا شحال من مره كيقولوا لي راه يعني في سبيل الله، حنا ما كنبغوش نجرحوا هذاك الدري، فهمتي؟ ما كنبغوش نقولوا ليه شنو كاين وشنو كاين وشنو كاين، ولاني ملي كبر وشاف شاف ولادي وانسيستا وبغى يعرف الحقيقه، قلنا ليه يا السيد راه انت راه ماشي ولد عادي، راه سير سول امك، راه ما كايناش هذا الشيء. قال لك بغيت ندير لا دي ان، قلت ليه انت متاكد انت ولد؟ قال لي قلت ليه غنديروا معك لا دي ان صافي. حنا ما بغيناش يتشوه اصلا، هي امنيه جات عندنا للدار قالت لنا بلا ما ديروا لا دي ان، راه الدري ماشي ولد عادل، راه امي قالت لي الحقيقه، وحنا ديجا عارفين الحقيقه حيت عادل عارف الحقيقه، حيت عادل كيعرف الولد ولده وتيعرف البنت بنته، وهي اي راجل غيعرف واش هذاك الدري ولده ولا ماشي ولده، اي ام غتعرف شكون بوات ولدها. يعني علاش هاد الشوشاره دارت صراعات للمغاربه، حمقات المغاربه، حمقات السلطات، وشاية كاذبة، مرضات ولدها، مرضاتنا حنا معاها، مرضات العالم، اليوتيوبر حماقو، كلشي كيهضر ها لالا الكبيرة ها الشريفة ها العفيفة. أنا ما كنسبهاش، أنا ماشي كنسبها، أنا تنقول ليها اتقي الله في راسك وفي ولدك، سيري صالحي قولي لي شكون باه، واش باغا تحمق هداك الدري؟ أه باز ليها أخويا باز، هادشي اللي كاين. واحد الفترة اختاريتي أنك نتي بيديك ديريها، شكيتي لا ماشي شكيت، لا شنو اللي دفعك؟ انا باغا نقطع الشك باليقين اللي هو، اما راجلي قال لي يا ماشي ولدي، وقال لي لافال كيفاش دايره، قالت لي راه كنراقد وعامين، وقالت لي حتى هي واحد الوقيته قالت لي هذاك راه ماشي ولده، فهمتي؟ قالتها بينه وبينه شحال هذه. المهم هما عارفين الحياه ديالهم كيفاش كانت، الوضعيه كيفاش كانت، هذاك الشيء ما ندخلش في التفاصيل لان صعب الشرح ديالو، هذاك الشيء اللي بقيت نشرح فيه غيضرها بزاف، انا ما نقدرش نشرح هذاك الشيء. المهم السونسيال انني مشيت عند عز. صعيبة يعني الوضعية اللي كانت عايشة هي في هذاك، هذا ما يمكنش انا نقذف محصنات فهمتي، ولا نقذف اي امرأة كما كان النوع ديالها، واخا هي خرجت وبانت الحقيقة وبانت كيفاش الوضعية ديالتها، يعني الدري ماشي ولد عادل، وكتقولي لي ولد عادل، دونك انت شنو ما محلوكي من الإعراب، يعني كلك شوز كي كلوش باين شنو واقع، فهمتي؟ دابا المشكلة شنو هو، الدري كان تايق بالله عادل ولد بواه. انا ملي تلاقيت بعزيز قلت ليه عزيز راه انت راه ماشي ولد عادل، قال لي لا نديرو لا دي ان، قلت ليه مرحبا، قال لي نديروها في القضاء المغرب، قلت ليه القضاء ما يمكنش ديرها في المغرب، انا قال لك نديروها في المغرب، قال لك نديرو عند دكتور التازي، عيطنا لدكتور التازي، عيط ليه، قال لك انا دكتور ديال التجميل وما يمكنش نديرها القضاء، واش هنا في المغرب اجي ودير لا دي ان في المغرب؟ لا ما كانش حكم قضائي امبوسيبل ديرها في المغرب لانها دوله اسلاميه. انا كنسناو القضاء تعطل ديال المغرب، قلت ليه انت متاكد ولده؟ قال لي انا متاكد ولده، قلت ليه تعطيني زغبه ودفله غادي نديها لسبانيا وغادي نجي النتيجه، وبلا ما تشوه امك وبلا ما تشوه راسك. قال مستوره بيناتنا، ما لا عين شافت ولا قلب وجع، وجمع وطوي مع هذا الشيء هذا. قال لي واخا، ما هو ما صبرش، بقى سب امي شريفه امي عفيفه انا هذه، وبقى يصيفط لي في ميساجات تيعيرني كيصحابني انا كنسب ليه مولا، ما فهمتش انا الحقد عنده مربيه فيه واحد الحقد في شكل، فهمتيني؟ مهمه بواحد الطريقه في شكل، يعني هي الخاطئ في هذا الشيء، هي اللي خاطئه في هذا الشيء. الدري انا باقي تنديرو في حال ولدي،
باقي هو في سن المراهقه عنده يلا 22 عام واخا هو شاب يعني 22 عام راه صافي راه المهم ولي باقي في هذاك ديك الوضعيه الحرجه ديال انه شاب فهمتي اليوم فاش كان كيبكي والله يسبق فيا بقى فيا وليني هو مازال مانسيستي تيقول لك انا راضي ان الخبره ما خرجاتش وانا اللي بقى فيا الحال هو لا خبره ما هي الخبره خارجه علاش يكذب على الناس الخبره كاينه وهو ماشي ولد عادي يقول لهم الحقيقه ما يقولش لهم اللي حقا امنيه رفضوا الدعوه لحقاش هي تنازلت اي دونك امنيه داروا ليها رفضوا ليها داروا ليها الدعوه يعني ما عرف شنو هذيك عدم يعني اسقاط الدعوه ليها هي لانها تنازلت اما هو داروا ليه الرفض علاش يتبنى شنو هو التعليل هو انه الخبره خرجات وانت ماشي ولده هذا الشيء اللي كاين والخبره حنا نستناو غدا غادي يعطيونا القضاء وغادي العالم غادي يشوفها بام عينيه صافي هذا الشيء اللي كاين وانا بقى فيا وانا كنصحو نصيحه انه يكمل يخدم على راسو ما يديهاش في هذا الشيء بغى يعرف الاب ديالو الحقيقي من حقه خاصو انا نعاونو انا ندير ليه محامي والله لا اقسم بالله تقول ليه مو شكون انا نخلص ليه لا دي ان في سبيل الله ونعاونو تيعرف بوا شكون هو ولا بغى يكمل معاه في النسب ديالو يكمل معاه في النسب ديالو هذا الاب البيولوجي ديالو اللي شكون هو الله اعلم مو اللي عارفه شكون هو نعاونهم انا تيعرفوا تقول لي شكون ولا ما بغاش يعترف به انا نعاون حنا نعاونوه في سبيل الله والله الا معقول واش نكذب عليك شوف هذاك الشيء تيبقى كتقولي زعما واش بغيتي تباني قدام الجمهور انا ماشي هكا انا دايره هكا انا شوف انا مربيه 200 قطه باش نبان ملك قدام الجمهور انا ما تيعنيني حتى شي حاجه انا الجمهور كنحترمو لان انا كنلقى عام وش مريض في الزنقه كنجيبو كندير ليه الاسعافات الاوليه وكنداويه وعندي كثار من 200 مشه وعندي شي 24 كلب يعني انا بالعاطفه ديالتي حنونه وام يعني كيبقى هذاك ابن فهمتي بحال الابن ديالي هذيك امو انا كنعتبرها مجرمه لانها ولدها تعدات عليه وباقا كتعدى عليه وشنو هذا الشيء راه ما حيت علاش حيت عادل شخصيه عموميه حيت عادل فنان مشهور زعما لاباس عليه راه حتى هو تيغني لا ما غناش راه ما يتخلص امنيه تكلمت معها وقالت لي انا فاش عرفت الحقيقه ترددت بزاف وكان صعيب عليا نحكي لخويا شنو واقع خفت عليه وخفت على مروه لا يقع بيناتهم شي حاجه والله هو يدير في راسو شي حاجه بصح حتى حنا هادشي مناش كنا خايفين كنا كندخلوها ليه دقه دقه كندخلوها ليه الراسو دقه دقه باش يعرف قالتها ليه هي في الاخر عايرها قال لها انت لا كيفاش هادشي هذا كيفاش غادي تسبيني انت ما كي هو متشبت داخله ليه راسو عادل اللي خاصو يكون بواه هو تيحلم بعادل بواه حيت عادل كان كيصرف عليهم فهمتي ما بغاش تخرج ليه من راسو راه عادل راه ماشي بواه راه كان كيدير فيه خير راه ما يمكنش شي راجل يدخل ابن ماشي ابنه راه لا خديتي ابن التبني وتبغي تبناه حرام انك ديرو في الحاله المدنيه مع ولادك فهمتي ما يمكنش يعني دابا حنا كاع هو باغي مشبت بعادي لا بغى يجي يجلس معايا في الدار مرحبا به يعيش وليني راه خاصو يعرف الحقيقه راه عادي ماشي بواه وراه عرفها والخبره راه خرجات يعني دونك هذاك الدري خاصو دابا يولي يترجل ويتحمل المسؤوليه ديالته ومو تكون مرا ونص تقول لي شكون بواه ما تبقاش تعذب فيه هادشي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي